حياكم الله مشاهدينا، وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة، حيث جملة المتغيرات السياسية التي أطلت على المشهد خلال ما تقدم من الساعات. طرح محمد شياع السوداني مرشح الإطار أو طرح منهاجه الوزاري متضمنا عددا من المحاور، وقد وزعها بين الرئيسة وأخرى يتم التعامل معها بالتوازي مع الملفات السياسية. وسرعان ما تم الإعلان عن هذا النهج الذي تشير كل مقدماته ومقدمه أنه يسعى لإصلاح الأوضاع وإعادة العمل الحكومي إلى سكته الرئيسة حتى لاقى تفاعلا على الصعد السياسية والشعبية، فالمضمن فيه من خطوات تبدو واقعية وتتناسب طرديا، بل يصل حد التناغم مع الثغرات المشخصة والمؤدية إلى الضعف في السلوك الحكومي المترهل بمستويات غير قليلة والملتجئ نحو ضعاف الدخل في المدة الأخيرة. أما في ملفنا الثاني مشاهدينا، وبعد المحاولات العديدة من قبل الفرقاء السياسيين خلال كل هذه المدة الماضية التي اتسمت بالجمود بما يخص التغيرات السياسية الواضحة، فاليوم انبثق تحالف جديد بعد استمرار الحوارات السياسية التي أشعلت جذوته بنفوس الإطار أو بنفوس الأطراف المشاركة والشارع، على أمل أن تحدث أو تحدث شيئا يخلص البلد من الانسداد السياسي. وبالفعل هذا الأمل استمر إلى أن ولد تحالف إدارة الدولة الذي يعتبره أهل الاختصاص أنه ممكن أن يكون أولى خطوات إزالة الصدى من عجلة العملية السياسية لتعاود عملها وفق الأسس الدستورية والقانونية. إذن مشاهدينا، هذه ملفات حصادنا لهذه الليلة، ونرجو أن تبقوا معنا. اهلا بكم مره اخرى مشاهدينا، والحديث اكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سويه بضيفنا الكريم عبر سكايب المحلل السياسي الاستاذ داود الحلفي. اهلا بكم سيد داود، وبدايه نود ان نتحدث عن البرنامج الحكومي الذي طرحه مرشح محمد شياع السوداني. هل هناك تقييم حتى الان لهذه المعطيات او النقاط او ال 23 محور، و من ضمنها الأولويات الأربع التي ذكرت في هذا البرنامج؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك مشاهدي قناة الأيام الكرام. البرنامج أنا اطلعت على نقاط اتفق عليها مع الكتل، هي مطالب كتل سياسية انضمت تحت لواء، أما البرنامج بشكل واضح حقيقة ما طلعت عليه، لكن عموما نستطيع أن نعلق وفق ما تتوفر لدينا من معلومات ومعطيات الساحة العراقية. السيد محمد شياع السوداني شخصية عراقية، شخصية لا غبار عليها، جذوره عراقية، ويرى ويسمع ويتألم أكيد لما يعانيه الشعب العراقي وخصوصا الشعب الجنوبي. بالتأكيد من وضع برنامج لابد هناك مدة زمنية لتنفيذ البرنامج، ولابد أن تكون لديه رؤية ما هي الصعوبات والتحديات التي ستواجه برنامج الحكومي، وأيضا ما هي نقاط ضعف البرنامج حتى يتجاوزها. فبالتالي أعتقد كل ذي عقل يستطيع أن يناقش. طيب، يبدو أننا فقدنا الاتصال مع سيد داود، لكن دعونا ننتقل أيضا إلى ضيفنا الأكارم عبر الهاتف. ينضم لنا مباشرة رئيس مركز اتحاد الخبراء الاستراتيجيين الأستاذ صباح زنقنة. أهلا بكم سيد صباح، ونود أن نتحدث عن البرنامج الحكومي اللي طرحه محمد شياع السوداني. ممكن أن يتحقق هذا البرنامج، وما مدى أهمية الأولويات التي
ركز عليها أربع أولويات: ملف الصحة وخدمات ومكافحة الفساد وملف الطاقة والكهرباء. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولجمهوركم الأكارم ولضيفكم الكريم. يعني هذه النقاط التي طرحها السيد الشيع السوداني محمد الشيع السوداني، إنما أراد أن يبين بأنه هو جاء وقد حمل أعباء كبيرة وحمل معه في حقيبته وفي جعبته الحلول، لا كما كانت لبعض الحكومات ومنها حكومة الكاظمي الذي جاء خالي الوفاق وهو لا يعلم ماذا يريد أو ينتظر لشهور طويلة حتى تأتي كابينته من بريطانيا أو من تلك الدولة أو من بقية الدول ومن ثم يؤسس لدولة سريعة. طرحت الكثير لدينا من المشاكل، منها مشكلة البطالة وانهيار قيمة الدينار العراقي والمشاكل الأمنية ومشاكل اقتصادية وصحية أيضا. اليوم ربما من خلال ما طرحه السيد محمد الشيع السوداني إنما أراد أن يقول بأنه أنا هذه الأمور الموجودة عندي. نحن صحيح أننا نراقب الأمور عن كثب ونحاول جهدا أننا ننقط الأمور غير المنقطة أو ننتظر تنقيطها على الأقل حتى تصبح وضوح، لأننا لا نؤمن بالمفاهيم الإعلامية التي تطلع والتصريحات إلا إذا أخذ مدياتها بشكل صحيح. يعني هو عندما طرح، وهذه طرح طبعا ربما أطرحه على مجموعة من رؤساء المراكز والمحللين وكنا من بينهم لدعوة وجهت إليه، كانت من بين أهم الأولويات التي طرحها هي ليست الأولويات بالمنهاج بشكل كامل، كانت الحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر وملف النازحين والمناطق المحررة والمتضررة والأكثر فقرا، كذلك الكهرباء والصحة والإعمار والزراعة وغيرها من التجارة والنفط إلى حوالي 22 شيء. عندما تحدثنا وقلنا ما هي الأولويات، قال أنا حصرت الأولويات بأربعة، هي ملف الكهرباء والصحة والخدمات البلدية وأيضا مكافحة الفساد. حقيقة أنا رأيت أن هذه الأولويات هي صعبة، ليست الامور السهله. طيب سيد صباح، عذر المقاطعه، لكنه ايضا يعني تحدث عن وجود خطط قصيره المدى وخطط متوسطه المدى وبعيده المدى، هل هذا ينم على وجود يعني استراتيجيه لتحقيق هذه المحاور وهذه النقاط؟ ربما سالناه اسئله كانت اكثر جراه واكثر واقعيه، ربما كانت منها يعني ربما اسئله مؤلمه، يعني لا نقول بمنطلق اننا نريد ان نجامل، وانما اننا نريد أن نرى الواقع، الواقع العراقي منهار وانهيار كبير، لابد أن تأتي إما شخصية مدعومة من السماء أو من كل أقطاب الأرض حتى ينهض العراق، أو أنه نبي من الأنبياء، لأن القضية ليست بسهل. عندما نتحدث أو يتحدث عن الكهرباء، الكهرباء مرتبطة بمنظومة دولية هي لا تريد الكهرباء، شركتين عالميين في العراق، شركة سيمنز وشركة جنرال إلكتريك، عندما صارعوا إلى حد الآن أصبح كل عراقي هو تحت رحمة صاحب المولد يتوسل به ويؤمن به بأنه هو الذي المنقذ، بمفهوم بمعنى أن مسألة الكهرباء هي ليست بمسألة سهلة، وكذلك الصحة التي ليس فقط هي من معاناة العراق بل كل بلدان العالم. أما إذا أتينا إلى الخدمات البلدية هنا تكمن مستنقع الفساد، وماذا لو تحولنا إلى الملف الرابع المتمثل بمكافحة الفساد؟ هذا يعني أنه يجب أن يأخذ الضوء الأخضر من كل الأقطاب السياسية ومن كل المسؤولين ليقول لهم عندما أحاسب أحدا بمكافحة الفساد فلا ينبري إليه أحد ويقول استثنوا فلان. طيب هذا محور التعامل والتعاون مع الأطراف السياسية الموجودة بالعملية السياسية. دعني أنتقل بهذه النقطة إلى ضيفنا الكريم أيضا عبر الهاتف، رئيس مركز الرفد للدراسات الدكتور عباس الجبوري. أهلا بك دكتور، ضيفا كريما. وأود أن أسألك يعني عن بماذا يختلف برنامج السوداني عن برنامج أسلافة من الحكومات ورؤساء الوزراء من حيث التطبيق؟ ممكن أن يواجه معرقلات من أطراف سياسية لا ترغب بإنجاح حكومة السوداني؟ تحية لك أستاذ بشار وتحية لضيوفك وخاصة صديقي الأخ العزيز الأستاذ صباح زنقنة. أكيد اليوم الوضع ليس يعني الطريق ليس مفروش بالورود، وإنما هناك كثير من الصعوبات، لأن اليوم أي رئيس وزراء عندما يأتي ويضع برنامج هذا البرنامج يحتاج إلى آليات، وإذا توفرت هذه الآليات استطاع أن ينفذ برنامجه. هو خلى أولويات، الأولويات الأربعة اللي خلاها، أنا أعتقد اليوم إذا يريد يبدأ في هذه الأولويات عليه يبدأ أولا بالفساد، لأن الفساد هو الذي يعرقل كل ما موجود في خطط الحكومات السابقة واللاحقة، لأن طالما أن اليوم المنظومة الفساد أصبح منظومة
كيف لرئيس وزراء أن ينفذ برنامجه اللي من خلاله يلامس جراح المواطنين إذا كان هذا الفساد الموجود في كل مؤسسات الدولة؟ كيف له أن يصلح الكهرباء إذا كانت وزارة الكهرباء مفسدة؟ كيف له أن يصلح ما موجود من خراب في وزارة الصحة ووزارة الصحة لا زالت لم تؤدي دورها بشكل صحيح؟ إلا الخدمات أيضا، الخدمات التي صرفت عليها المليارات خلال السنوات الماضية ولكن لم نرى شيء واضح للعيان. إذن اليوم ليس وحده هو من يستطيع تنفيذ البرنامج، لابد أن يختار كابينة وزارية لا تتقاطع معها إيرادات سياسية. اليوم إذا أراد أن يكون ناجحا في عمله من خلال هذا البرنامج اللي يطرحه، يجب أن يجعل الوزير للعراق وليس لكتلته، وأن يكون وزيرا للعراق وليس لطائفته وحزبه. وأنا يوم أمس وجهت له رسالة مباشرة للسيد محمد الشاع السوداني وقرأها وأعطى ملاحظات عليها، وقلنا بصراحة العبارة: إن كنت تريد أن تنجح عليك أن تكون رجل مهمات صعبة وأن لا تجامل على أساس الفساد وعلى أساس المحسوبية. أيضا نعود نعم دكتور عباس، دعني أعود مرة أخرى إلى سيد داود. يمكن أكبر العقبات اللي تواجه أي رئيس وزراء وأي حكومة هي قضية الفساد المستشري بكل مفاصل الدولة، لكن السوداني أكد بأنه سيكون مسؤول عن محاسبة واستبدال أي وزير في حال أخفق أو جنح للفساد، لكن شنو هي شروط النجاح بمكافحة الفساد بالمرحلة الحالية؟ تحياتي لك مرة أخرى ولضيفة الكرام. أعتقد الصوت مو واضح يعني. واضح يا سيد داود، تفضل. أعتقد محمد الشياع السوداني مرشح لرئاسة الوزراء لا يختلف قولا وفعلا وبيئة سياسية محافظية عن الذي سبقوه، وعدوا الشعب العراقي بالخدمات والتنمية والتطوير ومحاسبة الفساد، لكن عندما جلسوا على كرسي السلطة رجعوا في كلامهم ليس عجزا وإنما ضغطا من الكتل السياسية والأحزاب التي هي بيئة فاسدة داخل الدولة المحاطة أيضا بيئة فاسدة، وأقصد صغار الموظفين والإدارات العامة وما شابه ذلك. وبالتالي نقطة مكافحة الفساد، أعتقد لا أحد يستطيع أن يكافح الفساد ما لم يكن مستقلا إرادة ومنهجا ومذهبا وأيضا انتماء للعراق ولديه قوة سياسية تدعمه النظام البرلماني ولا يهدده أحد بسحب الثقة أو في الإقالة. وأعتقد محمد الشاع السوداني لم يكن مرشح كتلة بعينها، وإنما قالوا أنه مرشح الإطار، وبالتأكيد الكتل الباقية فرضت عليه مطالب لينفذها وتنازلات، وهذه بحد ذاتها هي بوابة من بوابة الفساد التي سيبدأ بها. يفترض أن يبدأ للعراق لا كتلة، أي كتلة مهما كان نوعها مهما كانت قوتها بالساحة، لا يلتزم بتنفيذ هذه المطالب هذه الكتل، وإنما يلتزم بمطالب الشعب العراقي الذي من أولوياته أن تكون لديه كهرباء وتكون لديه حقيقة هوية عراقية خالصة، وأن يحافظ على أمواله وثرواته، وأن يحافظ حقيقة على سيادته، ويضبط إيقاع الأمن العراقي الداخلي، ويسيطر على كل الأسلحة المتواجدة بدون استثناء. هذه مهمة صعبة لا أعتقد للسيد محمد الشيع السوداني يستطيع أن ينجح بها ولا غيره، وخصوصا إذا ما عرفنا أن كل برنامج أو كل هدف من أهداف السيد محمد السوداني يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى مال، والوقت اللي هو عنده أصلا حسب ما اتفقت عليه الكتل ونهاية 23 لازم هناك انتخابات مبكرة، تدرى إذا في خلال السنة ماذا يستطيع أن يفعل محمد الشيع السوداني. هذه أولا. ثانيا، هل لدى السيد محمد الشيع السوداني، وأنا أحترمه
كل التقدير لأنه رجل عراقي وشريف، لكن هل لديه القدرة على محاسبة رؤوس الفساد مثلا، أم يبدأ بمدير قسم ومدير عام وصعودا إلى الناس اللي ما عندهم غطاء حقيقة سياسي، ويترك الحيتان تغوص في بحر الفساد وتأخذ ما تشاء؟ إذن هذا ليس برنامج، وخصوصا نحن نعرف أن البيئة السياسية العراقية بيئة تكتلات وأحزاب ومافيات، لا أحد يستطيع أن يغوص إلى داخل بحر الفساد. البرنامج اللي وضع برنامج ممتاز من تفصيلات على ورقة وقلم، نعم نرحب به، نريد صحة، نريد كهرباء، نريد خدمات، أيضا محاسبة المسلمين، لكن كنا نتمنى أن يضع من أولوياته أيضا التعليم والقضاء، لأن التعليم عماد كل دولة وبناء كل مجتمع. وإذا خسرنا التعليم فأفسدنا التعليم، خسرنا كل شيء ولا نستطيع أن نبني دولة. بالتالي أنا أتمنى أن نكون على قدر الوعد الذي نجزمه مع الآخر، ولا يمكن التملص منه مستقبلا تحت حدود واعية. السيد محمد السوداني جاء على أنقاض ركام متراكم متفاقم طوال 19 عام، كيف له أن يقضي عليه خلال سنة؟ هذه حقيقة معلومة مغلوطة، وبرنامج حقيقة تشوبه كثير من الشكوك، ولا ينفذ أعتقد في هذه الفترة الزمنية القصيرة اللي هي سنة. هو يحتاج لسنة حتى يطمئن ويتعامل مع البيئة السياسية ويكتشف كثير من الأمور والخفايا حتى يستطيع أن ينفذ عليها قرارات ناضجة وسليمة، ومن ثم يبدأ بالشروع بتنفيذ برنامجه. يعني كل الأحزاب، الوزارات تابعة لها، المديريات تابعة لها، الوكالة، المؤسسات، كيف له أن يحارب كل الأحزاب التي هي نصبت رئيس الوزراء؟ طيب، إذن معرقلات كثيرة أمام رئيس الوزراء سواء كان سوداني أو غيره. أعود لك سيد صباح، يعني هذه الملفات يمكن تحتاج فعلا لوقت بظل وجود تحديات أو معرقلات من أحزاب، من أطراف سياسية نافذة بالدولة ربما تعرقل السودانية أو حتى غيرها كما عرقلت رؤساء الحكومات السابقين، لكن إذا تخلص رئيس أي حكومة من المعرقلات الموجودة حاليا وفق الكثير من المعطيات، ممكن أن ينجح بمكافحة فساد مثلا أو حتى التعاون مع الملفات والأولويات التي ذكرها؟ سيد صباح تسمعني؟ طيب أنتقل لك بذات السؤال دكتور عباس إذا تسمعني، المعرقلات الموجودة من أطراف سياسية وأحزاب أمام أي حكومة وتحديات أمام أي رئيس وزراء في حال السوداني أو غيره تمكن يعني من التعامل مع هذه المعرقلات بحرية استبدال وزير مثلا أو محاسبة وزير أو مسؤول كان، ممكن يتعامل مع ملف الفساد أو حتى الملفات الأولويات التي ذكرها السوداني دكتور عباس؟ صعب، لأنه حضرتك يعني الآن هم محددين بوقت، يعني حسب ما موجود الآن راح يحددون فترة زمنية ما تتجاوز السنة ونص. نعم. وهذه السنة ونص ما أعتقد راح يقدر ينفذ كل البرامج اللي براسه، ولا يقدر اليوم يوضع خطة استراتيجية بعيدة الأمد. يعني اولا انت تعرف الاستقرار السياسي مهم جدا، احنا اصلا بالبلد ما عندنا استقرار سياسي، لانه عندنا الان كتله خارج البرلمان لديها جمهور واسع ممكن ان تطلع تظاهر في اي لحظه. ايضا عندنا اليوم التشارنة ايضا يتهيئوا للمظاهرات، هذه كلها منغصات ومعرقلات بوجه الحكومه، يعني يحتاج القوه السياسيه. انا طبعا شوف القوه السياسيه اليوم إذا تركت له وانقلتها مساحة واسعة من الاختيار، يعني مثلا اختيار الوزراء، وأشار إلى صديق العزيز الأستاذ داود تحياته وتقدير إله إلى نقطة مهمة، أنه هل فعلا يستطيع أن يكافح الفساد وخاصة الحيتان الكبار الذين لديهم ملفات، وهذه الملفات أصبحت معروضة لدى العالم جميعا، يعني ليس بخافية، يستطيع أن يقف بوجههم؟ أكيد يواجه كثير من المشاكل، لأن أصلا أكو تركة عمرها 19 سنة من الصراعات والخلافات والفساد ومن عدم وجود خدمة وكثير من الأمور التي نراها واسعة أبواب اليوم. لذلك أنا أعتقد أنه يعني خلينا نكون واقعيين، السنة ونص غير كافية لأي رئيس
وزراء في العالم وليس بالعراق أن يحقق شيء. إذا يريد يخلي خطة كيف له أن يضع خطة؟ طيب أعود لك سيد الصباح إذا تسمعني. السوداني أكد على ضرورة والخطط لاستعادة ثقة المواطن. يقدر يعني السوداني يعيد ثقة المواطن؟ شنو اللي يتطلبه من أجل إعادة ثقة المواطن بالحكومة بالدولة ومؤسساتها؟ سيد صباح أيضا فقدنا الاتصال. أعود لك مرة أخرى سيد داود. إعادة ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها والعملية السياسية أيضا مقابل معرقلات يعني ذكرتها وحددتها، لكن أيهما أصعب بالتعامل من أجل إعادة ثقة المواطن؟ ضيق الوقت أمام السوداني لضغوطات الأحزاب والأطراف السياسية. والله أصعب مهمة وأفضل مهمة إذا استطاع أن ينفذها ويقف أمامها بكل صلابة وبجلادة وبحزم هي مكافحة الفساد، لأن الفساد هو اللي أخر الكهرباء، هو اللي أخر الصحة، هو اللي أخر الخدمات، وهو اللي عشعش في ذهنية المواطن العراقي وأصبح يتصور فقط أمام المفسدين وفقط ثقته في العملية السياسية. فأهم هدف أنا برأيي أهم من الكهرباء، أهم من الصحة، أهم من التعليم في الوقت الحاضر، هو أن يبعد من وضع أو حول العراق إلى صحراء قاحلة خالية من كل ملامح الدم. الهدف وهناك وقت لتحقيق الهدف، الوقت جدا ضيق بالنسبة للإستاذ. نعم. طيب سيد داود دعنا ننتقل إلى ملفنا الآخر مع مشاهدينا الأكارم وأبرز ما فيه. إذن مشاهدينا، عندما تتصاعد أمواج الخلافات وترتفع مناسيب المخاوف تبقى تتخبط السفن إلى يكون هناك قائد حكيم أو اتفاق سليم بين الركاب، وهذا ما جاء بعد الاختلافات التي شهدتها العملية السياسية. واليوم بوادر المضي نحو الاتفاقات وتوحيد الرأي بين الفرقاء السياسيين، حيث أنتجت هذه الاتفاقات والحوارات تحالف إدارة الدولة الذي يضم الإطار الشيعي والأحزاب الكردية والسنية وحركة بابليون، ليكون التحالف هو السفينة التي تنجو بفعل التماسك والرضوخ إلى ضرورة الانتقال من خوف المهالك إلى بر الأمان. إذن مشاهدين، نناقش مع ضيوفنا ملف المتغيرات الحاصلة في المشهد السياسي بعد متابعة تقرير الزميلة نهى الشمري. خريف المناخ جاء متزامنا مع التغيرات الخريفية للعملية السياسية، فبعد رياح عاتية استمرت لأشهر عجاف، ها هي العملية السياسية تنتزع أوراق حكومة تصريف الأعمال لتأتي بعدها حكومة جديدة بعد تشكيل ائتلاف جديد ولدى الاجتماعات والحوارات التي عقدت، إذ أتت أكلها اليوم بتنظيم العمليات السياسية وموافقة جميع الأطراف المشاركة لاستئناف جلسات البرلمان واستكمال الاستحقاقات الدستورية. فائتلاف إدارة الدولة الذي يضم المكون الكردي بحزبيه والسنية كذلك والإطار الشيعي انبثق بقبول الفرقاء السياسيين كافة بعد المفاوضات التي جرت والإرساء على بر نبذ الخلافات للنهوض بواقع العمليات السياسية التي أصابها الشلل منذ مدة ليس بقليلة، ومن المؤمل الإعلان عنه بشكل رسمي في الأيام القريبة المقبلة. هذا الائتلاف الذي يسعى إلى تشكيل حكومة خدمات وطنية يعده المراقبون هو الخطوة الأبرز والأفضل لفك تشابك خيوط الانسداد السياسي، إذ ستعقد على إثره الجلسات لاستكمال الاستحقاقات الدستورية وما تبقى من الرئاسات، ليقضي بذلك على حلم الولاية الثانية لحكومة تصريف الأعمال الحالية، وكذلك البدء بمرحلة جديدة تسعى لمصالح الشعب وتوفير متطلباته. فالعملية السياسية اليوم في مرحلة انتقالية جديدة سمتها التوافقات بين الفرقاء لتنجلي بذلك مزن الاختلافات والنزاعات، وتبدأ الحكومة الجديدة برنامجها السياسي ووضع أولى الخطوات بتكليف المرشح لرئاسة الوزراء المقبل. نهى الشمري، الأيام الفضائية. We'll be right back.
أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، والحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيفنا الكريم عبر سكايب عضو الاتحاد الوطني الكردستاني السيد ديار عقراوي. أهلا بكم سيد ديار، وبداية انبثق تحالف إدارة الدولة من أجل إنهاء مرحلة من الخلافات السياسية يضم أكراد وأطراف سنية والإطار الشيعي وأيضا بابليون، لكن الكرة الآن هل أصبحت بملعب الكرد؟ هل أصبح من المفترض والواجب على الكرد حسم الخلافات الآن بشأن رئاسة الجمهورية؟ تحية طيبة لك ولمتابعي قناتكم الكريمة. حقيقة كانت هناك تحديات كثيرة أمام انعقاد جلسة البرلمان. من هذه التحديات موقف التيار الصدري أو موقف السيد مقتدى الصدر من العملية، لأن كان هذه تحدي حقيقة وتحدي كبير، لأن يخشى الإطار التنسيقي والقوى المتحالفة معها أن تتكرر نفس التجربة التي سبقت. ومن التحديات الأخرى أيضا أمام هذه انعقاد هذه الجلسة هي النصاب الثلثين، يعني هذا النصاب، وهذا يحتاج إلى تحالف مع أو الدخول ما تبقى من إنقاذ الوطن من الحزب الديمقراطي الكردستاني والسيادة للانضمام إلى هذا التحالف لكي يكتمل نصاب الثلثين. فحقيقة هذه الخطوات الأخيرة أو الحراك الأخير التي قام بها الإطار التنسيقي بالمشاورات، وإلى أن وصلوا إلى حسب المعلومات وحسب ما تداولوا في الأخبار أنه توصلوا إلى اتفاق أو توصلوا إلى ما يسمى بإدارة الدولة، وهذه خطوة مناسبة لأن سوف نتجه إلى تشكيل حكومة مستقرة، وهذه الحكومة هي من مطالب الشعب حقيقة. ولكن يبقى تحدي الآخر وهو موقف السيد مقتدى الصدر أو ما حول هذا الموضوع. طيب نناقش قضية موقف التيار الصدري معكم السيد صباح القالي عضو شبكة الهدف. أهلا بك سيد صباح مباشرة عبر الهاتف. وانبثق يعني تحالف إرادة وإدارة الدولة، وهل هذا ينهي مرحلة من الخلافات السياسية؟ وماذا عن موقف التيار الصدري والسيد مقتدى الصدر؟ هل تكون ربما هناك اعتراضات من قبل التيار على هذه الخطوة؟ سيد صباح، يبدو أن سيد صباح لا يسمعنا. أعود لك مرة أخرى سيد ديار، تعتقد أنه التيار الصدري، أنت ذكرت أنه يجب أن يكون هناك دور للتيار الصدري والسيد مقتدى الصدر، تعتقد راح تكون هناك اعتراضات أو عرقلة من قبل التيار الصدري للجهود المبذولة من إدارة الدولة حاليا أو هذا التحالف لحل هذه الأزمة والمضي بتشكيل الحكومة؟ حقيقة إلى الآن توجد ضبابية يعني حقيقة حول موقف السيد مقتدى الصدر، وخاصة بعد انتهاء 400 الإمام الحسين. حقيقة هذا الموقف لحد الآن ليس يعني مبينا، ولكن هناك ضبابية، ولكن الإطار التنسيقي والقوى المتحالفة معها يعني ينظرون إلى الموقف بنوع من الحذر صراحة، وخاصة نحن نقترب من ذكرى تشرين، واحتمال كثير أن أيضا تعود مرة أخرى المظاهرات، وقد يركب أمواج هذه الذكرى التيار الصدري، ويعني أعتقد حتى أتباع أو السيد الكاظمي أيضا يستفيد من هذا الوضع. فحقيقة هناك ضبابية حول هذا الموضوع. طيب هناك ربما يعني معلومات عن سعي الإطار أو تحالف إدارة الدولة لمشاركة التيار الصدري بالحكومة والعملية السياسية الحالية أو الحكومة القادمة، لكن بالنسبة للأزمة اللي تحل بخطوات من قبل الأطراف السياسية، الإطار أنجز ما عليه
قدم مرشحة اللي هو السيد محمد إشاع السوداني. السوداني أيضا أنجز ما عليه وقدم برنامج حكومي، البرنامج الحكومي، لكن هذا يفرض على الكرد حسم هذه الأزمة. ألا توجد حتى الآن ما بين التحالف الوطني والاتحاد الوطني والديمقراطي أي بادرة للتوافق على مرشح واحد للرئاسة؟ حقيقة حسب ما يتداولونه من الأخبار وحسب الزيارات الأخيرة بين السيد باب الطلبان رئيس الاتحاد الوطني ولقائي بالسيد مسعود البارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، يعني هناك هذه الزيارات تشير إلى أنهم قد اقتربوا أو يمكن أن يأتوا إلى مجلس النواب بمرشح واحد، ولكن حقيقة يعني هذه ليس يعني مثل ما يقول الفرصة الوحيدة، هناك يعني نقاط ما يزال أمام الإيطالي التوصل إلى الثلثين، يعني مثلا لازم يكون هناك اتفاق أو تفاهمات بين الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكردستاني والسيادة، يعني حقيقة ما يزال هناك شكوك. يعني أنا باعتقادي صحيح أنه صار نوع من التفاهم بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني والبوادر تشير إلى ذلك، ولكن هذا لا يكفي لهذا التفاهم وحده، لا يكفي لإنعقاد هذا الجلسة إلى أن يتبين موقف التيار المقتدى الصدر وكذلك موقف الحزب الديمقراطي والسيادة بصراحة من هذا الموضوع، لأنهم يحتاجون هذه الطرفين لكي يكتمل نصاب الثلثين. نرحب أيضا بضيفنا الكريم عبر الهاتف، ينضم لنا دكتور محسن العقيلي الباحث بالشأن السياسي. أهلا بكم دكتور محسن، وأود أن أسألك يعني عن حدث جديد ومفاجئ هو استقالة رئيس البرلمان السيد الحلبوسي، هذه الاستقالة ضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة، لكن كيف تنظرون للمشهد؟ هل هناك تعقيد أكثر بهذه الاستقالة أم أن الأمور ستمضي بشكل طبيعي؟ نعم، تحية طيبة لك عزيزي للسادة الضيوف وللسادة مشاهدي قناتكم الكريمة. يعني أنا أعتقد أن موضوع الاستقالة يعني المدون على جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم الأربعاء أقرأه من زاوية أخرى، لربما أنا أرى بأنه السيد الحلبوسي عندما انتخب رئيسا لمجلس النواب كان يمثل الكتلة النيابية الأكبر على اعتبار أنه كان مرشح التحالف الثلاثي آنذاك، ولكن بعد انسحاب التيار الصدري قل حجم هذه الكتلة وتغيرت الموازين داخل مجلس النواب وأصبحت الكتلة الأكبر هي كتلة الإطار التنسيقي، والسيد الحلبوسي يرغب بتفويض جديد من قبل الكتلة النيابية الأكبر أي من قبل الإطار التنسيقي، لأن الإطار التنسيقي في الانتخابات الأولى هو لم يعطي صوته للسيد الحلبوسي وإنما كان مرشحه آنذاك السيد محمود المشهداني، ولذلك يرغب السيد الحلبوسي بأن يطمئن أكثر على موقعه كرئيس لمجلس النواب، ويجد بأن هذه فرصة مناسبة خاصة وأن الأمور ما زالت معقدة من حيث عدم يعني الاتفاق على رئيس الجمهورية بين الأخوة الأكراد، لذلك يرى بأن الفرصة مناسبة أن يطرح نفسه الآن كرئيس لمجلس النواب والحصول بالتالي على يعني موافقة الإطار التنسيقي وعلى الكتل الأخرى ليكون يعني من باب الاطمئنان أنه مستمر في رئاسة مجلس النواب. هناك لربما خشية ونوع من الخوف من قبل السيد محمد الحلبوسي بأنه سيتم تغييره مثلا بسبب تغيير موازين القوى داخل مجلس النواب، لربما يعني هذه العملية هي بطلب من السيد الحلبوسي، أي تقديم الاستقالة بطلب من السيد الحلبوسي، لكن هو لا يقصد فيها استقالة بالمعنى الحقيقي بقدر ما يعني فيها بالعكس تأكيد لموقعه كرئيس لمجلس النواب. طيب دكتور محسن، في هذه الحالة تبقى عقدة أخيرة لحل هذه الأزمة هي قضية الخلافات الكردية حول منصب رئاسة الجمهورية. الكل حاليا منتظر جلسة البرلمان والتصويت أيضا على رئيس الجمهورية حتى يكلف الكتلة الأكبر أو مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة الحكومة وطرح حكومته وتشكيلها بالتالي والتصويت عليها
هل ستكون هناك عقدة كردية لحل الأزمة؟ أعتقد نعم، ما زالت هناك عقدة رئيس الجمهورية، وهي بالمناسبة هذه العقدة هي العقدة الأساس يعني منذ البداية، لأنه مثلا الإطار التنسيقي منذ فترة طويلة طرح مرشحه بشكل واضح إلى رئاسة الوزراء، وهو السيد محمد الشياع السوداني، والمرحلة التي تسبق طبعا تكليف رئيس الوزراء وتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكبر هو اختيار رئيس الجمهورية. لحد هذه اللحظة رغم أنه هناك يعني اتفاق وتوافق ما بين الكتل الكردية مع الإطار التنسيقي مع السيادة على يعني مجمل المواضيع العامة، إلا أنه اتفاق داخل ما بين الأكراد لم يصل إلى مراحل متقدمة، ما زال يعني كلا الحزبين أقصد الديمقراطي والاتحاد الوطني لم يتوصلوا إلى مرشح تسوية واحد بشكل صريح. وأنا أعتقد بأنه حتى هذه الجلسة هي جلسة يوم الأربعاء هي لم ولن تناقش موضوع انتخاب رئيس الجمهورية، وواضح من الجدول أنه فيها فقرتين فقط، الفقرة الأولى هو انتخاب أو التصويت على استقالة رئيس مجلس النواب، والفقرة الثانية هو انتخاب النائب أول لرئيس مجلس النواب. أعتقد نحتاج إلى وقت أطول وإلى تفاهمات وتوافقات أكثر ما بين الأخوة في إقليم كردستان، وأنا أعتقد بأنها هي هذه المعضلة الحقيقية لو تم. طيب ليش دكتور تعتبروها معضلة إذا أجوا الأطراف الكردية الاتحاد تم حسم الأمور؟ إذا دكتور إذا أجى الاتحاد مرشح والديمقراطي مرشح ودخلوا للبرلمان والتصويت على مرشح أحد الطرفين تنحل هذه الأزمة لو تبقى أكو مشكلة؟ أنا أعتقد في نهاية المطاف سنصل إلى ما بما تقول أنت كما حدث يعني في الدورة السابقة، لأنه من الصعب يعني من وجهة نظري من الصعب أن يتم التوافق ما بين الحزبين على مرشح تسوية، وبالتالي سيضطر كلاهما إلى النزول بمرشح ومن ثم ترك الخيار لمجلس النواب لاختيار أحد المرشحين كما حصل في الدورة السابقة. وأعتقد بأن ما تقوله أنت الآن سيكون هو الخيار، لأنه من الصعب جدا أن يتفق الاتحاد الوطني مع الديمقراطية على مرشح تسوية. طيب عد لك يا سيد ديار، تعتقد جلسة البرلمان القادمة سوف تمضي بأمان وأريحية دون حدوث أي زعزعة للوضع داخل الخضراء أو على أسوار الخضراء وداخل البرلمان أيضا؟ والله حقيقة لحد الآن الواحد الصعب يعني إذا كان يعني صراحة هناك ضبابية بالموقف، إذا كان الاجتماع يعني خاصة يعني مخصصة يعني انتخاب النائب الأول يمكن أن لا تكون هناك مشاحنات، ولكن يعني إذا كان الاجتماع بخصوص اختيار رئاسة الجمهورية وتكملة الاستحقاقات الدستورية هذا يعني رأيي الشخصي لا أعتقد أن يعني توجد هناك ضبابية، لأن يعني موقف السيد مقتدى الصدر لحد الآن غير واضح حول انعقاد هذه الجلسة، يعني هل سيعود مثل ما سبق ويأتي بالمتظاهرين ويدخلون إلى الخضراء أم سوف يترك العملية إلى أن تكتمل وتستمر إلى تأخذ المستحقات؟ طيب سؤال أخير سيد ديار، إذا تسمح لي سؤال أخير، اتفاق الأكراد على مرشح واحد والقدوم إلى بغداد والبرلمان بمرشح واحد تعتقد راح يحد من عدم الاستقرار السياسي الموجود بالعملية حاليا، وربما تمضي العملية بأريحية والجلسة وانتخاب رئيس الجمهورية ثم تكليف المرشح الكتلة الأكبر؟ يعني حقيقة لو نعود إلى شهرين أو أكثر يعني نجد بعد انسحاب السيد مقتدى الصدر من العملية السياسية يعني طرح الإطار التنسيقي صراحة وقال نحن لا ننتظر القوى الأحزاب الكردية إلى أن يحسمون أمرهم، إما أن يتفقون أو نذهب إلى البرلمان ونحل ونختار من نريد هناك أن يكون رئيسا للجمهورية. يعني بصراحة يعني اتفاق الكرد ليس الحل الوحيد، يمكن أن يكون هناك عامل تشجيع، ولكن أنا باعتقادي ما يزال هناك تحديات، من هذه التحديات موقف السيد المقتدى الصدر وكذلك السيد الكاظمي من العملية السياسية وكذلك نصاب الثلثين
وإرضاء الطرف الحزب الديمقراطي وكذلك التحالف السيادة. يعني هذه التحديات ما زالت موجودة. نتمنى يعني أنا بالنسبة للموقف الكرد نحن والحزب الديمقراطي الكردستاني نحن كاتحاد وطني سنشارك انعقاد الجلسة سواء اتفقنا على مرشح أو لم نتفق على مرشح. طيب. سنشارك انعقاد هذه الجلسة. نعم. الشكر الجزيل لكم عضو الاتحاد الوطني الكردستاني السيد العقراوي، كنت ضيفا كريما عبر سكايب. شكرا لك والشكر الجزيل لكم الباحث بالشأن السياسي الدكتور محسن العقيلي، كنت ضيفا كريما علينا عبر الهاتف. شكرا لكم دكتور، وشكر موصول لكم مشاهدينا. إلى هنا وصلنا وإياكم وضيفنا الكرام إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد آخر.